السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادي بناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل بسكويت طري بالجوز الهند. انا عندي هنا المقادير بالطين، عندي هنا هو 80 جرام زبدة، يعني ما يعادل 5 معالق كبيرة، 5 معالق كبيرة يعني. عندي 100 جرام جوز هند، 15 معلقة كبيرة برضو من المعلقة دي. عندي هنا هو 100 جرام دقيق، ما يعادل 9 جرامات بنفس المعلقة، كل المقادير بنفس المعلقة دي. عندي هنا هو 100 جرام سكر، 6 معالق برضو من المعلقة دي. عندي فانيليا، وعندي رشة ملح، وعندي بيكنج باودر معلقة، وعندي بيضتين. وهنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ان شاء الله هنحط السكر، سكر باودر يا جماعة، والبيضتين، ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كده يا جماعة. هنا هنحط الدقيق ان شاء الله. الاول هنحط الفانيليا، ان شاء الله نحط معلقة من كله بقى. هنحط ذرة الملح، هنحط الدقيق، وهنحط الجوز الهند، هنحط البيكنج باودر. سهلة خالص، ما فيهاش اي حاجة ما شاء الله. يجي بقى هتتدخل في المواضيع دي ان شاء الله، عشان ايه ما شاء الله هي مش محتاجة اي حاجة ولا لبن ولا اي حاجة. من احلى البسكوتات دي، جميلة جدا. دلوقتي يا جماعة انا عايزاكم تسامحوني، لان الذاكرة كانت مليانة وقعدت فضيت الصور كلها، فما طلعش الا الصوت بس في الجزئين الاولانيين، وانا بتاسف لكم يعني. فالعجينه دلوقتي انا ريحتها حوالي 10 دقايق، فهنشكلها مع بعضنا، وسامحوني يا جماعه والله انا متاسفه جدا، لكن هحط المقادير في صندوق الوصف. دلوقتي هنشكل العجينه كده، دي بسكوت جميل جدا من احلى البسكوتات، ويا رب بس يعجبكم، لان انا كان نفسي يطلع بقى. معلش انا اسفه جدا. يرحمنا برحمته الواسعة بقى. بيبقى شكله كده بعيد عن بعض عشان بيفرش هو.
ودي الكمية يا جماعة اللي طلعت ما شاء الله، طعمه حلو جدا وهيعجبكم والله، يا ريت تجربوه. وسامحوني بقى على الجزئين الاولانيين اللي طلع صوت بس، وربنا يسهل ان شاء الله وتشوفوا شكلها النهائي. متنسوناش بقى من الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والشير، بارك الله فيكم. وهنشوفكم بعد ما تطلع من الفرن ان شاء الله على درجة 180، وهنكتب لكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. وده حبايبي مطرق الصينية لما طلعت جميلة جدا، حلوة قوي قوي، هنرصها في الطبق ما شاء الله، ريحتها تجنن. سخنة طعمها يا جماعة رائع جدا، بألف هنا وشفا. وده شكلها النهائي، منظرها جميل جدا، وألف هنا وشفا على اللي شاف واللي هياكل يا رب. متنسوناش يا جماعة من الدعاء، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.